قيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. وأهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم سؤال في الصيام، والتي نستضيف فيها الدكتور الطيب عبد السالم الطيب والبوبة، عضو هيئة العلماء الموريتانيين. أهلا بكم دكتور. مرحبا وأهلا دكتور. في بداية هذه الحلقة، ما هي مندوبات الصوم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الصوم شعيرة عظيمة فرضها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، من تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. فالله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآيات أن الصيام كتب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما كتب على الأمم التي قبلها، وبيّن الحكمة من الصيام التي هي التقوى، أن الله سبحانه وتعالى فرض الصيام على المسلمين، فرضه على المؤمنين ليكون ذلك مدعاة وليكون ذلك وسيلة لهم لتقوى الله، لأن التقوى هي رأس كل حكمة، وهي الموصى بها في قوله تعالى: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، في قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى رأس كل حكمة، والصوم فرض من أجل ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهي مناسبة عظيمة من المناسبات التي يهب الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة في كل حين. فالجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. صح. فهي فرصة عظيمة للمسلمين في كل عام، يهبها الله سبحانه وتعالى لهم، فعليهم أن يغتنموها. وكما قال بعض الفقهاء: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتلوا القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعلم ممن عاش في زمن من بين أهل وجيران وخلان، أفناهم الدهر واستبقاك بعدهم حيا، ما أقرب القاصي من الداني. فهو فرصة عظيمة للمسلمين لتزكية الأنفس وللتوصل إلى هذا الغرض الأسماء الذي هو التقوى. التقوى، لأن التقوى هي منجاة في الدنيا ومنجاة في الآخرة. فمن التزم بما أمر الله به سبحانه وتعالى من كف الأذى وبذل المعروف والطاعة والاتباع في كل ما أمر به، فإنه يكون بذلك قد حصل الوقاية بينه وبين النار. صحيح. وهي التقوى مشتقة من الاتقاء ومن الوقاية، أي أن تجعل بينك وبين النار وقاية، تجعل بينك وبين العقوبات والمكاره والمعاصي، تجعل بينكم وبينهم حاجزا، تجعل بينك وبينهم مجنا أو جنة، كما في الحديث: الصوم جنة، فإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وفضائل الصوم كثيرة مبثوثة في كتب أهل العلم، وأكثر الناس يلاحظها في نفسه، في بدنه وفي نفسه وفي سلوكه، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال في الآية التي سمعناها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإنما شرع هذه العبادات وإنما أمر بهذه الأوامر لإرادة اليسر والتخفيف والصلاح والفلاح للإنسان،
الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ الله سبحانه وتعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. والله سبحانه وتعالى ولله الآخرة والأولى. فنحمد الله سبحانه وتعالى أنه هو ربنا وأنه هدانا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فعلى المؤمن أن يصغي لأوامر الله سبحانه وتعالى ويعلم أن فيها الخير الدنيوي والأخروي. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن الغرض الأساسي والعمود الفقري لجميع العبادات بما فيها الصوم هو التقوى. التقوى، وذلك يتضح من قول لعلكم الشاعر تتقون والصالح في السلف: تزود من حياتك للميعاد وقم لله واجمع خير زادي، ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفادي، تهيأ للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وأنت بغير زاد. إذا ننتقل مباشرة السيد الفقيه إلى قضية مندوبات الصوم. نعم، للصوم مندوبات ومستحبات يندب إليها في نهار رمضان وفي يوم صوم وفي يوم الصوم. فأول هذه المندوبات وعلى المسلمين أن ينتبهوا لها هي الإكثار من ذكر الله والإقبال على التلاوة. فمن العبادات المستحبة في يوم الصوم الإكثار من تلاوة القرآن، لأن القرآن الكريم هو كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل للتعبد والإعجاز والمتعبد بلفظه. والذي يميزه عن بقية الكلام شيء عظيم، لأنه كلام الله ولأنه وحي ولأنه ليس بمخلوق ولأنه لا يخلق على كثرة الرد، ولأنك كلما قرأت آية من آيات الله لمحت عجبا لم تلمحه في قراءتك الأولى لها، فهو لا يخلق على كثرة الرد ولا تنتهي فوائده ولا تنتهي فضائله. هو الحكم، هو الحكم وهو العدل، كلام الله سبحانه وتعالى هو الفصل ليس بالهزل. من استخف به من جبار قصمه الله، ومن استهدى بهداه هداه الله. ففضائله عظيمة، كما في الحديث الذي يروي ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن الكريم كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي الحديث الآخر: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والذكر هنا القرآن الكريم. فهذا الصائم عليه أن يقبل في نهار صومه على القرآن الكريم، على التلاوة وعلى الدعاء. ومن المندوبات كف اللسان عما لا ينبغي، أن يكف لسانه عما لا ينبغي، وهذا مطالب بالمؤمن في رمضان وفي خارج رمضان، لقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، ولقوله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ولحديث الصحيح: وإنا لمؤاخذون، حديث معاذ الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما تتحدث به ألسنتنا. فقال: ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. في الحديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني. قال: ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، ولا يزل لسانك رطبا من ذكر الله فإنه مطردة للشياطين. فالذكر من المندوبات المستحبة العظيمة، والإقبال على الذكر والإقبال على التلاوة، وكل الفضائل التي ندب لها الشرع تستحب وتكون آكد في يوم صوم أحدكم، كصلة الرحم وكبذل المعروف والجود بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيعارضه القرآن، فهو الذي نفسي بيده لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الخير بالريح المرسلة. إذن كل الخصال الحميدة، كل الخصال الحميدة مندوبة، مندوبة وندبها يتأكد في رمضان. جيد. من كانت بينه وبين أحد شحنة أو كانت بينه وبين أحد جهوة فرمضان مناسبة عظيمة لصلة الرحم. جيد. وليعلم المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يغفر كما في الحديث: كل يوم أبواب الجنة تفتح، كل يوم اثنين وكل يوم خميس إلا اثنين بينهما شحنة، فيقال اتركوا هذا حتى يفيئ، وفي رواية حتى يصطلح. في الحديث الآخر: حتى وفي الحديث الآخر يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام.
ومن المندوبات كذلك تعجيل الفطر وتأخير السحور. تعجيل الفطر مندوب، وتأخير السحور كذلك، وإحياء ليل الصيام بالتلاوة وبالقيام، وإحياء ليله بذلك، وإحياء نهاره بالصدقة. وكل فعال الخير. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني وباختصار، ما هي الأعذار المبيحة للفطر؟ الأعذار المبيحة للفطر هي متعددة. أولا، المكلف بالصيام هو المؤمن القادر قدرة بدنية على الصوم، لأنه ما هو الصوم؟ الصوم هو الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غياب الشمس، مع استحضار النية، مع نية مبيتة من ذلك، لأن النية هي الأمر الذي ينقل العادات إلى العبادات، هي الأمر الذي ينقل العادات إلى العبادات. وتكفي نية واحدة لما يجب تتابعه كصيام رمضان، وينبغي تجديد النية إذا لم يكن الصوم متتابعا أو أفطر لعذر ثم عاد بعد ذلك للصوم، أن يشدد النية. المعذورون أصحاب الأعذار في هذا هو الرجل الهرم الذي بلغ درجة، الذي بلغ من الكبر عتيا، وهذا يستحب له أن يفدي، أن يقدم فدية، الذي لا يستطيع لكبر سنه أن يصوم، أن يعطي فدية عن كل يوم مدا، والمد هنا هو مد النبي صلى الله عليه وسلم، يدان متوسطتان لا مغبوضتان ولا مبسوطتان. والمعذور كذلك هو المريض، ليس على العمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، فالمريض من أصحاب الأعذار. والمرض لا بد من تحديده طبيا، المرض لا يمكن أن يجتهد الإنسان في نفسه ويفطر وهو لم تكن هناك مشقة عظيمة، لحمى شديدة مثلا أو لزمان أو لمرض شديد، فيجتهد ويطن نفسه. الآن الأطباء الحمد لله موجودون ومسلمون الحمد لله، فلا بد من تشخيص المرض. والسنوات الماضية بعض الفقهاء هنا في نواكشوط في إحدى الندوات اجتمعوا مع الأطباء وعملوا كتيبا صغيرا أو قائمة بأسماء الأمراض المبيحة للفطر، كدرجة معينة مثلا من السكري، أو درجة معينة من ضغط الدم، أو الأمراض التي يحتاج أهلها إلى أدوية في نهار رمضان، كمن يحتاج مثلا إلى استعمال دواء في بعد طلوع الفجر، فهذا لا يمكن أن يصوم. أما الذين يستطيعون استعمال الأدوية قبل الفجر وبعد الإفطار وبعد إذن الطبيب فهم غير معذورون، فهم غير معذورين. إذا من الأعذار المرض، وكذلك الأعذار المعروفة كالحيض والنفاس والحمل، إذا شخص وصار الصوم كذلك يضر بالجنين أو بأمه، والمرضع كذلك التي لم يمكنها استئجار، لم تستطع استئجار وئر أو مرضع أخرى لترضع عنها رضيعها، هذه المرضع كذلك وكان في حبسية كان ذلك يؤثر على در اللبن من ثديها لرضيعها، وكان ذلك يؤثر على الجنين، فالمرضع تكون من أصحاب الأعذار في هذا. وينبغي كذلك أن يكون الأمر محددا من طبيب أو من صاحب تجربة وموافق في المزاج كما يقول الفقهاء. ومن الأعذار المبيحة كذلك السفر، من دخل في سفر علما بأن هناك آثار متعددة فيها، أن هناك آثارا متعددة في ذلك، فالحديث ليس من البر الصيام في السفر الذي روي بلغة حمار، ليس من البر الصيام في السفر، والذي أشار إليه أبو المودة خليل بن إسحاق المالكي في باب الصلاة في كتابه بقوله في سلام التحليل، والسلام عرف بأل يحترز من الذي يعرف بأم عند حمار، فليس من البر الصيام في السفر، أخذ به بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم أخذه كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سافر في سفر وكان معه جماعة منها الصائم ومنها المفطر، قال الراوي فلا يعيب منا المفطر الصائم ولا الصائم المفطر، وجعل المفطرون يظللون على الصائمين ويأخذون الماء من الأحساء والآبار، وجعلوا يستقون الماء ويصنعون الفطور للصائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فهو في سعة. من الأعذار المبيحة كذلك المشقة العظيمة،
أو وجز وجب إن خاف هلاكا أو شديد أذن كما قال خليل في المختصر، إن خاف هلاكا أو شديد أذن كإذا أصابه نصب وأصابته مشقة عظيمة وخشية الهلاك فإنه له أن يفطر. إذا كان عطشا، وهذا صنف عند الفقهاء الأقدمين، وأنا وهذا اجتهاد شخصي مني، أظن أن العطش هو الذي الآن هو الذي معه داء السكري، لم يكن معروفا، لم يكن مصنفا قديما، وكانوا يقولون العطش الذي لا يصبر على الصوم عن شرب الماء عن الشرب فترة طويلة، أن هذا من الأعذار المبيحة كذلك للإفطار العطش. وهذا تقريبا بعض من المحظورات. شكرا لكم السيد الفقيه على هذه الإجابات النيرة، وإلى أن يضمنا وإياكم لقاء آخر، استودعكم الله ويغفر في أمان الله.